لأي درجة بيان القاعدة لم يكن موفقاً في تعزيز موقع الحراس أو حتى يمكن سبب لهم ضرر؟ بيان القاعدة جاء لي يعني لاستجداء عطف بعض المقاتلين الذين يحملون النفس القاعدي. بعد أقل من ساعة تقريباً أصدرت غرفة عمليات فاسبوتو بياناً تعلن فيه قبول دعوة الصلح التي أطلقها أكاديميو وشرعيو إدلب المحليون. لا نقبل ولا الله يقبل ولا رسوله يقبل. بين الأخوة دم المسلم حرام حرام حرام. وضعنا ما يتحمل زود. الكورونا تظهر في مناطق الهيئة لأول مرة وشرعيها الفرغلي يكرر أن العلاج يكون بالرقية والأذكار. إن حافظت على أذكار المساء وأذكار الصباح والمساء دائما وبانتظام وبتأني لن يصيبك هذا المرض بإذن الله تعالى. تمكن الجهاز الأمني من إلقاء القبض على متزعم الخلية المنفذة. فقلت له من تقصد يا شيخ؟ فقال هذا اللي بيقولوا له أبو محمد مقص. مرصد الجهادية يأتيكم كل أسبوع يوم الخميس الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات.